قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، وأن يجعله لنا حجة يوم القيامة، وأن لا يجعله حجة علينا. إن إلهي سبحانه وتعالى قرآن كاهن وفوذيو إن أقول قانون إلهي نوسهل وحن كبلا بإن عشر كنا قمانتا دي إلهي إذن سبحانه وتعالى آيات أفرتنات من سورة الدخان إلى رماتك سورة إن شاء الله تعالى. وحيربان مارتي معنيه سقرآنك وحيربان كتل ما مدونا إن شاء الله تعالى. إلهي جل وعلا وحليهي إن يوم الفصل مالنتك لسارتانك مالنتك لبحيتانك لبهانتي أيا ميقاتهم بلنتو ذا هذي وقتك الله لب الله مي أجمعين حال إيين كوردن أيقو دمانتو بن آدمك وحبك مغنين قال إيا مسلم منافق إيا مؤمن ظالم إيا مظلوم كونك دمانتيسي أيقو وحبك مغنين أيا وحام مدشوذو أي تهي ميقات كوذو مدشوذو ويان مالنتا ليرادو مالنتا ألا أوحك لسارة سبحانه وتعالى أيوه هذا ميقاتهم أجمعين يوم مالن أيوه هذا بلنتوذو لا يغني أو سنديقين مولا مدلوه أما صاحبه عن مولا صاحب كلا شيئا وحباو سنترين وحقو قبان كرايو حقود كرايو أي سنجرين ولا هم أيقون أي سنهان ينصرون كو الله لنا أيه أما لو قرقار أيه لو سوقر من أيه عدو سوقر من كرين سام مجرته إلا من رحم الله مرك الله قرر يا إلهي عدو حريسته سبحانه وتعالى محايا لإنه إلهي لبهانتي هو أصغ العزيز إله ود بدن ويان وعدو ضمعون وعذابه عدو سوقر من كرته ملها الرحيم إلهي من حريس بدن ويانه عدو حريس لدونه عد مارتي دود سين كريسة ملها نحرست إلهي سبحانه وتعالى آيات كان وحي ماذا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين لقب الله بعشر كان لماتك سورة دا وحالك أهل الدونا لبدا نوع إبن آدم كو نغن دونا قيامر كالقارو ومستقبل كان لقام ياشو كو سعوضا إبن آدم كان ففريق في الجنة وفريق في السعير داتكو لبدا قيبودنا وقيب سن دونا وقيب سمن دونا وما رتي ضد أهل الجنة أهل النار ضد أهل الشقاء يد أهل السعادة مقرنسا قرانة كي سورة وأنا مقصد كالغلية هي ما تدينت إسلام كالإيمان باليوم الآخر يعني ما أنت قيام الرومين تيدا وعمل فل كيدا وحويا أساسيات كمهم كدينت إسلام كنت رأي كنت أغني هي إيه أركان تإيمان كأي كمتها مارت أساس كأ ما دام قالوا أي كشكيا ما لنتاس قيام ذا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين أي رادة مارت وعندبنا إن سعيل اسمتي ردن بأ أرنت أي رادة سيقالب بدر وما أنت كونك كنول أي آمن سنيهين أما أغلبية دادتك كنول كونك بأ أي سن آمن سنين آياتين كدن بأ عد بدر وآمن سنة سيصح أما آمن سنة مارت قيامة سي إلهي سبحانه وتعالى أو تلقى لي مركو حنا لو شيء يا ابن آدم كو ماشا قنانة كيسو نقنا إيوه إي ماشا يكو دن بين دونان إلهي جل وعلا ما أنت قيام هذا قرآن كما يلف ربنا بكل شيء جاي ما يعيش إله هذا هو أوصاف جد جد ويان جن هذا جن وحال إله هذا قيام هذا معيده هو مشتقات لما أنتت ومعيال أو معنى وته معناها أي وتان وحويان وعلامات علامات هذا كم هذا يوم مرت واحد عدونا ما أنت قيام هذا قيام اللي ردك ويتاجيهن يوم الفصل بقى اللي ردك لك لسارية لك لبحينية لك الحكومية يوم مقرنسة وحال لغو مقعابة يوم الآزفة مالنتي لويد مقرنسة وحال سعادة قيامة وجيدة أيها لغو مقعابة يوم الحشر دكالة سكينة وهلوم مجرى مقعيد أيلا ذا هايو اللي فرح بدي قرآن كا
مالنت قيامة ذو حويا ومغيال سفوين وآه مالنت قيامة إلهي هذا مركب قاعدة ذو حال إلى مقاعدة إلهي مقاعدة رسولك مقاعدة قيامة ذو أنتم بدمانتم ومشتقات إيه من نقضان مقاعد جامدة من نقضان وأنا مارت معنا كنت سنين ومعنى وليه وأنا مقصد كلا جليها وجد لا جليها معناها سين وعدي ويا إن يوم الفصل إلهي سبحانه وتعالى هذا الكاسقو أتكينية إن نفس مالك إرادو إن يوم الفصل مالنت كلا سارتان كإلهي تذكر كلا ساريو ميقاتهم أيجوا حويا بلنتوا دي بأهاتي أما ماذا شو دي بأهاتي إن إرادو نفس مالك إن يوم الفصل مالنت كلا سارتان ك تذكر إلهي وكلا ساريو سبحانه وتعالى عدو حكى سارس وإلهي الفاصل هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بين الخلائق أيام ميقاتهم بلنتوا هذا نعم سبحانه قلنا عاصر هذا صح مياه مسوى خلط ها هذا ترجمات أن ترجمون لفتك القرآن صح مسوى خلط جماعة ها إن يوم الفصل ما لنت كلا سارتانك أيام ميقاتهم بلنتوا هذا ماذا شو دي صح حبك أم مغنص وما إن يوم الفصل ميقات طيب وياه هذا الصحبة إتراذين دين عكلا رجيا يوم الفصل ميقاتهم بعده ما لنت كلا سارتان كيا كلا صوب كلا سارتان كبن آدمك وما ذا شو دي هيكل الدوين مرك هذا وحبان كتجي سوما آيات وحبان كتجي جملة دي لما يدوان بدلي يعني إن جملة أو إن ما ترن يو كسر ما ترن اسم كده خبر كده حبيت جملة مبتدا عن قبلها يوم الفصل ميقاتهم بعده ما لنت كلا سارتانك وبلنتو دي أوكي إن يوم الفصل ميقاتهم ما لنت كلا سارتانك وحويان أيا بلنتو دي ماذا شو دي ما هي كلا دوي مركا مركا في سوماري وين إرادة دبحانتي رنتي أوكي نقدر نقول إذا أساس ويان هذا القوة كلا دوي يا مركا تن وحاكو ترى إن إن بدنا الصومالية القرآن كتفسير تاهي مهمد مسيان لأنه اللقظة إن الصومالية أيام بدنا اللهين ها توكيد كاسي أن اللهين مركب مركب للترجمة يو القرآن كلا ترجمة يو توكيدات كقرآن ككجيرة يعني واحد أركيسا إن مارتي أن مهمد لسينين وحنا كينا هي مشكلة ذو مشكلة لغوية ويان ها لقظة إن القرآن ملها مركب سلا صح ذا ترجمة ذا صح ذا وحي تاهي رمهانتي هي دبهانتي إن مالنتا كلا بحيتانك يا كلا سارتانك يا بلنتو ده يا هاتين مقرنسا أما مدش اللي ميقات وحويا واحد كديك كريسا اسم الزمان ووقت جي ولا بلمي ويا ميقات هدار بتدو حا كديك كتا ظرف ومكان ماشى اللي جوب بلميي وماشى اللي جوب كلا سارة ودتك وكلا بدو وين قرنسا وكلا بدو حقيقة ويا مالنتا كلا بحيتانك ومضل ما لنت كلا بحيتانك وماشى لو كل مايو ولا سكوا حسابناي وما أرت الدارته وحلا سكوا كلا سارة قيامته لا هذا مركب حويا وميقات ويا مركب هذا إنه نرانه ميقات ميقات الصلاة يعني ميقات الذي يحرم عنه الحاج ميقات مكانية هي ميقات زمانية لا هذا ما ويجيران زوج عمها وبوصة الله حرم ذا أما وقت ما الله حرم ذا وما أرت زمانية هذا مركب هذا ميقات معناه دحين وش هذا مال يا وقت الزمن ليقانه أو جوان مارت معناه ذو حوي أن هذا كبعد ما أن هرال لوسي جوستي ويا وقت يدعي دونت معناته قيامة ودعية وحوي أن جدول كذا قرانيها تيم كذا وشيء جيني وقت كذا ولا سي جوستي لكن أنا قوم جرن كرين مارت مسا كهرتي إلهي بالك كل نقض سبحانه وتعالى أو جرانيا مارتي وقت جاسي لفتي سمركون غندور لكن وحنا لوش يا جي إذا يدود هيو على مده دي بي هاد النوي ما ادري انك ها مخا كلو كفير نابا اديق قفكو اجشيس و بس كير يحي انسانك ومن مات قد قامت قيامته قفكو بركو دنتو وقتيس و دمااده اديق حساب سميسيد ادونك انتو سو جيراي او كا هوري حساب سميس انت ما جوجين انت كا دنبايسن حساب سميس اي واحد حساب سنهسا عمرغاغا انت او يحي مركا عمرغا انسان كنا وا اس كير يحي با وقت كوان ويهان ويهان إن يوم الفصل ما لنت كلا بحيتان كذاتك لا كلا ساري محال يوم الفصل اللي هو يري الله يفصل بين الخلائق الله يفصل بين شقي وبين تقي قفك الشقي هاي اللي مارت خساري يمومن كيف على كلا ساري وحال كلا ساري بين الظالم وبين المظلوم قفك وحذ المي يقفك ومارت أود المي على كلا ساري
وحالك لا سار يا بين المحق وبين المبطل قفك حق لها يا قفك باطل كها حكو تاغنا قفك خلدناي وما انت لك لا سار وين حتى يفصل بين المرء وبين ما يتمناه قراك وعلى وش قالكو وحيالها او جعلان لها او عذابك الهي ان لقى بدباديه حتى يا لقى فوقين يا مارت مؤمن كنا وحكب قيب على قبة بادنا يا مالتاسي سيدو كلا وحويا أقاربتي ولا كلا سارة ياهو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبة بني تتكو تعلاي بما قرأ وكعر يا مالت قفك أن مؤمن هو إلهي سبحانه وتعالى عريس وسوء قاري مالكا مالتاسي وحاليا ومال يوم الفصل ويا وإلهي سبحانه وتعالى أرمها وكلا سارة يو جل وعلا مالتاسي وميقاتهم بلنتو ذا أهاتي أما مدشو ذا أهاتي أجمعين ضميرك كحالين يساهو ميقاتهم أجمعين حال أيهن ما قرأت أدم مانتوت أيهن ما قرأت أدخل كساريا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين أجمعين وتوكيد كوحال وقت كان يعدنا مغنان مش إلا وين يوم لها إن بعدين تحس أدخل كساريا هذه مركا أنت أمين سن يهاي قفك مسلم كاهي وأمين سن يهاي وحقوق يا هذه للظلمية الدولة للظلمية حق سنو سلمين أولي يهاي هذا الظلمسه يوم إن يوم الفصل ميقاتنا ما أنت إلهي محكمة سرعيس تذكر لك لسارة ما أنت صبر لنت نداوية مركز إلهي سبحانه وتعالى نوكل قرقة ضيّة مركز واحد لوما إياه ما أي شيء إلا ظلمنا هنا ما أي شيء ثم عرتي محكمة إلهي بحكم سقدم بيشل وعلى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين كبعد هذا يوم الفصل ما أنت صار لسيك لا عديه يوم ذا يوم ذا كبدل لبدا يوم ذا وكل بدل كريسة يعني بلنتو روحي هاتولا كلا سارة يا يوم مال لا يغني أو سن ديقين أو سن ترينين أو سن أنفعين مولا أي بمعنى القريب وحوى يقفك النوبة ليرادة مولا الإنسان وصاحب كيسة وليرادة قرابدي سنة وليرادة سنة الوليب أشر كماش لكن ووليب لكن أرقى قفك هو أنت وليب وهبل بليرادة مقرانسة مولا الرجل هو عصبته وقرابته قفك قفك مقرانسة قرابي سديق جي سلاه ليرادا مقرنسا مركدين عاس مولا بليرادا لا يغني مولا محويان مولا واحترم ما يقف قرابي سو قرابك العقبة الميس قرابي مارتي بادر سو كالميس قرابي مارتي قبيالة سو كالمي قرابي داتك الظلم سو كالمي لا يغني مولا عن مولا مولاك لو عرف حبا وقبا ما يو قرابي سكال وقبا ما يو وقبا ما يو شيئا يعني وحبا وقترم ما يو عن عذاب الله وعن عقابه سبحانه وتعالى عقابك إلهي عذابك إلهي بل وحويا وكعر يا مرت بل وحوج على الله يوصل أركنين هدية ما قرأ سايسن حق يا خير بدك سوك المين ونجي صوم مرني الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ونجي صوم مر عربي بس نقول يا مقرأ سا بركة وحنا نكرة في سياق النفي تعم يوم لو يوم لا يغني مولا مولاه لفتيس يعني مولا هي شيء أن أنتوا وضعنا كرة ما أنت دويا بركة قف قف كلو وحو قبا كرو قف نوع دون هنا قف كلو حقبا كان ما جيرو وحو قبر يا نوع دون هنا قده وحو قبا كرا يقف كما لها قف قف عتر يا ما جيرتو مالنتا قيامده او ظلمي يي ددكي ما تسو كلمه ما جيراي ان هدو مولوه قف قرابده اي رير كاغي كو جيلاي ان مارته هدا ايمان ايو خيرات ايو برواقه ايو الله كبقتان ان اسو كلمهين اي ادنا وحبا اسو قبا كرينين ايا وحا لا شيغي ارنتو انيسن كو سينين قرابه كليه أكون كذا ما أنت أيتهايو ولا هم ينصرون على إيرمارت أجن اللوسو جرمن مايو الله يلين مايو يعني وحويان عد أسو جرمن كرت ما شفته بناك كتماده وحنا وحوي وعد كودو عندما بناك سو جرمته عد كلو كوي ما نسمع مقارنة شيخ طريقة كوسو جرمن كرين وذات كلام وحقوقا بنكرينين مجتمعات كلام وحقوقا بنكرينين ولا هم أيقرا ما يصير أهانن ينصرونك والله يلين أيو إيرمارت ما يصير أهانن قفوا مركب وحويان أنت ونفسك أنت وعملك إذن أيضا حتى أنا ترى هذا أذكى أي واحد كسب طوية أدي ما أرتب واحد أوصى ما يستوى أي أدي كذا حريج هاي عد كلام ما أرتب مركز سكوي هاي لينين رجع قربا حرت بين بروش يقو أنا قيامك كسوق يا دوحة وربيرت أسك قلب وله مرت أنا كوسوق يا استرات كي يجيت كي ملأ سيا كوش حر هبل حدا طاي حدا ما أرتب طريق فلان طاي طريق فلان ما أرتب وحوي ما بن دبات ما بسوق قارتو كلية وحاسي وحوي يا قرآنك وأسكسي هرتشي ذا كل نفس بما كسبت رهينة نفكس توحي قلب ستي وحي قوس سيد هذا مات شيخ لفت قوس أسكو هلا ينسو يا كوبلن قاد إنه مات ما شو كده بين دونه
إلهي بقرنا يا سبحانه وتعالى مركا قيام وعبد ترمي قف وحوق بعض يا مجرتو إلا أن حريست إلهي التوصلات عقيدة عبادة قف أسوق مارس وضع حسن قاضي ميان إلهي وعليه سبحانه وتعالى يوم لا يغني أما وحد ترى ذا مقرنا يسا ميقات ككس سفق قديقو ميقاتهم بلنتودو يوم ماذا شودو يوم مالين ويان ميقات كودو يوم ماذا شودو مالين ويان لا يغني أو صديقين مولا قف دوي عن مولى المثكل ودو شيئا وحبا مارتا اوسن كديقن عذاب عذابك الهي يا عقابك الهي سبحانه وتعالى وحو كقبن كريو يا وحو قبن كريو اما اي جيرتو مارتي مسلدو ومسلو قفكا خاص كو اه ولا هم ايغونا ميسن اهانن ينصرون كو الله هيلينيو او لو غرغاريو ميسن اهانن الا من رحم الله مركا لغا ريبو عدو الهي ان حريستو سبحانه وتعالى الله نحرس يسعده وسيو سبحانه وتعالى إلهي تدو عدو دونه عفين كرا جل وعلا إلهي جل وعلا عدو دونه درجات كسر وقاد كرا يا سبحانه وتعالى إلهي عدو دونه جل وعلا أيو وإذ كرا إن لا شفيع أصقو عدة شفيع سام إرجيني سكو كرا مني سبحانه وتعالى بشرط إنه يهدد أهل التوحيد هو إلهي خالك يا سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام إلهي بحكو كرا مني إنه مدرس وشفيع عليه الصلاة والسلام عدي توحيد ككل ما طيء وإيمان كل ما طيء معرفة أيوة أهل التوحيد كم ذا المؤمنان ترى ولا سوء شفيع إلا من رحم الله إلا ذاني مركع ويا أدوات استثناها من تاسي واحد كذي جيسا نائب فاعلك تكبد ليسا نائب فاعلك ولاهم ينصرون صماه ووضاسي نائب فاعلك صماهن إلا من رحم الله فإنه ينصر ويا مرت لكن عدي إلهي نحرص للدونه سبحانه وتعالى مرت إلهي جل وعلا درتي سكر وقاضه أصدقنا وحويا عداسي إلهي جل وعلا وقرقاريا خير بو إلهي سينا يا سبحانه وتعالى إلهي كوحد عاسي الله نقبدكو إلى عقيدة ونعسد التوحيد ككل انت وآن خسارين ويا دبان با إلهي نحرص سوئي قاري سبحانه وتعالى ولا هم ينصرون إلا من رحم الله مركا لغار ريبو عدي إلهي أن حريست مركا رحمة وحلو تيرين أيا فاعل كيدو وإلهي ويا سبحانه وتعالى هو فاعل الرحم جل وعلا أصلا نحريست أسكلمات مركا قفوا أنه الله كدون طا نحريستي سبحانه وتعالى أصلا كلي أو عابدا جل وعلا إلا من رحم الله أرد ماي إلا من رحم شيخ فلان ها عدو شيخ فلان حريست من الأرد ماي أما إلا من رحم فلان إلا من رحم الله ما ننتعس إلهي بان نعفق أسكلمات جل وعلا عدو دونه نحرسته إلهنا وحود دجيي جل وعلا قاعدة أيو دجيي نحرس عدي قاريسه وين التوحيد كل ما تا أما عدي قال لما كل ما تا أما إله عبادة عدا سواء ودرية أو سكت وبت كن كل أنت إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إله سبحانه وتعالى نحرسه كحرمي قف كان مالك سبحانه وتعالى إلى قاعدة دجيي جل وعلا إلا من رحم الله بركاس على إله نحرس يسعدو ونحرسنا يو أود أولي هاي عدو عذاب ينا أود أولي هبل عليه وعليه إنه جملة وجملة تعليلية محيانا إنه أصدق ربهانتي إلهي جل وعلا هو العزيز إله أود بدويا العزيز الذي لا يغلب عليه وإلها عندنا مارتك أود بدن كرينين وإله وحو الدونه فلي سبحانه وتعالى وإله عندنا عاجز قلين كرينو عدو الدونه إن تو هلاقه أم أو عذابه أيان عد مارتك هل كرتا ما يشترتو مقرنسا عدك الضباء ما كريسو ملها عيد رفع عنك قال كرت ملها عيد هي كرت سان محل لوي له ماها ما جرتوا مقرنا يسا إن قوانك أسرع أسكله محي الله عزدي س يأود يسا سبحانه وتعالى أسرع ما أمرك أدمي سما مرنا وحوي أمرك وعده عذابي وعزيز ويا جانبك كلنا إلهي سبحانه وتعالى والرحيم ويا إنه هو ذا ضمير الفصل وحال الله كان الوكوا عزدا إلهي سبحانه وتعالى إلهي بأود أسكله جل وعلا هو كوا الرحيم إنه هو الرحيم ويا إلى سبحانه وتعالى كين حريص بدن ويان وحنا قلنا خبرا بعد خبر يا قلنا والرحيم ويان إلى جل وعلا كين حريص بوعده ونحريصنا يو عد صرت يا كرت ملها عد تعلي جي كريص ملها عد كوري ما كريص ملها مركب مؤمن كوا إنه إلى كوكل صونا سبحانه وتعالى ما دام أولي هي عزة هي الرحمة بالله بدأ أولي هي هكدون عد كله هكدون المارت برادم كله هو على الحق يسه إلهي كدونه سبحانه وتعالى وإن إلهي كدونه إلهي جل وعلا أن حريست يسأذ بحد وين جل وعلا إنه كنا ولا ضم منكم سوى كلام عن أيضنا برئيسة بين الخوف والرجاء إنه مارته إلهي كبق وقف كبارته وسكو مارته أو صندي هنا أنو حنا هي أولياء دوشة محمد بخير وما قرانسة وحيال هذا كقارئ إلى ذين وحوي مسألة سكرية صح ما كفر وهذا وقروي يا مسألة وإنه قفكم عمل فلا ودلالة إلهي كبق سبحانه وتعالى
إلهنا حري إلى حضور عقابه يوم عقابك سيد بدر سبحانه وتعالى سيد أكل قفكم ونصنا كقوسنا حرست لنا كقوسنا سبحانه وتعالى محيا لو الرحيم ويان إله جل وعلا إنه هو العزيز الرحيم أنت مثلاً قاعدة جودة هني مركل الله دقي إن ما أنت قيامه ما نيسو تذكر ما أنت اللي سكين أيو يعني وحويان ما ملك الله كريه ويانا أيو ادعوا حقوقك كرتا إيسان شرينين يعني وحويان وما رأسه جور مكر إيسان شرينين إله جوان كيس عيد سوريح جلي كرتا إيسان شرين سبحانه وتعالى عدالة إلهي سبحانه وتعالى ينحرس وضدك كل رقميه أنت مركل الله دقي بان روش يجي يا سيدا ما أرتدك حقوق إله إنه غندونا سبحانه وتعالى markaas ilaahay wuxuu ka bilaabay gaaladii iyo meeshii ku dambeynaya ilaahay naga badbaadiyo subhanahu wa ta'ala dadkii gaaloobay markaa ilaahay wuxuu leeyahay inna shajarata zaqumi geeda la yiraado zaqum kale yiraado geeda dhabahaanti taamul afimi kuwa dambiga badan ayay raashinkooda ahaatay marta wa afim wasiiga mubalagha yaani waxa weeyaan kooxda dambigooda batay ismiga loo jeeda meesha waa ismul kufr wa ism gaalnimo weeyaan aa sawaaydu way tusinaysaa dhahir keda gaalnimada dadka ku dhintay ee maarta qiyaamada dafiray ee waxa la inaan rumeyaan aan rumeynin ee dadka noocaas oo kala gaalada ah gaalnimada ku dhintay raashinkoodu ay maanta qiyaamada cunayaan waxa weyn waa geeda la yiraahdo az-zaqum geeda subhanahu wa ta'ala inna shajarata az-zaqum suratu safat baan ku soo qaadanay ayaan ku soo marnay ilaahi subhanahu wa ta'ala suratu safat musif oo كفافة هي شجرة الزقوم ما هي شجرة الزقوم ذلك خير أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وجيد ورت السلك جحيمة كدرته وقدرة الله سبحانه وتعالى جيد إن النار جحيمة كل حد دلته هو قادر على كل شيء إلهي بس الدنيا ده جيد عقارا صدبكم ما دحبوريني ملكت حاجة كسم يسنا قيد عقارن با مقرن يسنا كسم يسنا إلهي جل وعلا أود يساسقا اسكله سبحانه وتعالى مركا إله شجرة الزقوم إنها تخرج في أصل الجحيم بولاير ورد وحما ميال منبت كيد ومنبت سيء ميال حمبة كدالت وقيد نارد معنى هذا واي حتى شجرة أمارت قيد نارد ويا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم حداد أرق قيد أرقتين وحلقا محو ويا مركا أرقتين بقى سمع إيرادن وحى أرجو ذو كدقة أم كذو كدقة وحويان مركز أركتدب وأذكر نحيسة إنها شيطان ضلعها كأنه رؤوس الشياطين لا يرى سبحانه وتعالى أنا ما شيطان بل أرجنا شيطان عيد أرجنا نقوم نشرته إن لكن هذي يقول هذا ما أنت شيطان صور وحى الله وحى شراء وحوف الحما صوره لأنهم ذاكر هذا بس كحلا شيطان وحفول حويان مركز رؤوس الشياطين شيطان مدعيس مودمارت فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم يعني قرآن ربا نكرا قفك مركا عنامبا وابكهول عيسى علوش وده مركاسي إسليهم وحسي إسكدتي دبك كشد بي علوشي مركاسي وحوين ناركوسي كبنايا بيا إلهي نقبت بادي سبحانه وتعالى مركا جيدا نوع عاصة وعذابك يعقابك جدا ويان أي مرة الراشن وأحمالنا قيامتها إلهي نقبل بهذه سبحانه وتعالى وحد لو قالنا حويا إلهي سبحانه وتعالى أنا جاي أذكى كوحدة أصل عنصي الله نقبل دقه سبحانه وتعالى مركا جدا اللي هي شجرة الزقوم قل قرآن كقرآن كشجرة إن بدن بيكوس عرورتي حتى سورة الصافات شجرة لفت الجر الزقوم مركا الأشياء جي هي شجرة دي أو جدي مرة النبي الله آدم يحواء عنان quraanka imaan ba geedaha lagu sheegay ma jirto quraanka mushafka meel taad uu ay tahay taail mabsuuta ay tahay ila ayadan maana yaani inta kale waa taail marbuuta quraanka meelaha kale oo dhamaantood shajar lagu sheegay wa yaani lagu qoray mushafka ay kamid tahay quraanadiisa khaas ka bay kamid tahay marka qofka qaariga ah haduu isku taagayo meeshaan oo kale weyn uu taail mabsuuta isku taago inna shajarat u yiraahdo marto laakin markuu isku taagay meelaha kale waxa way inna shajara ayu oranaya maart marka qoraalkiisa quraanka ay kamid tahay oo qaas maashan kale ka tirta taada ido mabsuuda inna shajarata zaqum geed la yiraado zaqum soomaalidu zaqum geed bay maarta magaciis ku sheegan laakiin sax ma geed la yaqaan ma magaciisa zaqum la yiraa geed oo geed naareedkaas ilaahay quraanka ku sheegay subhana wa taala yamaruk soomaalidu yamaruk bay yiraahdo laakiin maxay yamaruk ya zaqum soo galay waa weeyaa waa kaafiye kala dheeri weeyaan waa geed naareed weeyaan
مارتي زقوم ليرادو وحولك ما يوحل مدة أي سنشير النوية شجرة الزقوم إلى وحولية وطعام الأثيم كوا دمبك بدن يقال لماذا بدن والراشين كودي ويان عنا يان عيادا بالله كالمهلي إن شجرة الزقوم كالمهلي بي لم تمارت خبر بان كده جاي مارتي إن مارت شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم كالمهلي جدا سي وحي لمتها شجرة الزقوم وحي لمتها هاي كالمهلي أو كلام عرتي نحاصر دلالي أي لمتها كدردية الزيت سليدة جفر كده لمت أما ما كالك اللغة العربية مهلي وحي لير هذا مرة قاركم مفسرين تاركيسا دردية الزيت بليهن مر وحي ليهن مقران يسا عكر عكر وقطران ما قرانا سلامي قفر كيس وكلا مروح يكون مع عبايان النحاس المذاب وحويان ونحاس للدلالي براها برت مقال للدلالي مرت نحاس للدلالي ويان انت لما انت التفاصيل تواسكم مدويا بحي سوق مديهين ارقى لدى مهلقة مهلقة من امهلا لغا كان جزاها معان ممهل وحلوك كادي ويان لوسوغي وقت اللي سيويا مركا ارغو مركو عكي مدوحي لكارينيو اما مارتي لدونيو اني سفي عن امدو بادان اما اقبتان دبكا الله ساراس وما ولوكا دي مارت مركا وحيالها دمانتو ادوحا لقبي اي نار لو دبلوغو كاديي اما بير هنوغدين اما هنوغدين مارتي ماكال ايو قفاري قفار وحي لامدا سيدا سيسنتا ايو وحيالها وكالي لقبو waxa ugu dambeeya la yiraahdo sidada ayaa muhliga la yiraahdo ee aad u gubtay marka waxa isku mid tafasiirta dhamaantay marka waa nuxaas la dhalaaliyay oo kale ama gufar islaan maartay magaranaysa sambuus karsanaysa maart sambuus dubanays saliidda maxaa u kasoo haraa waxa dambe marka ugu dambeysa oo muddo aad ku dubto gufar madow baa soo haraya marka wax kasta oo tadab la saaro gufarka ugu dambeeya oo uu kulalka baa ugu xun ayaa loo isticmaalaa maart muhli galay maart marka ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa isku maashi tafasiirta dhamaantay marka isku maashi soconayaan inna shajarata az-zaqum da'amul athim inna shajarata az-zaqum kal muhli waxa weeyaan wa sidaasi maart inuu haasla dhalaaliye oo kale weeyaan haasla dhalaaliye ayaa weeyaan geedka uu cunayaa qofka cunayo ama ma kaalka ama waa gufarkaas weeyaan إلى وحوليا سبحانه وتعالى كالمهلي يغلي حال كونه يغلي أصقى مارت أو كرية طعام كده هدرجت هدات ربطنا وحى كتر هذا شجرة الزقوم كلفتي ذكرك واسكو ما شوية كالمهلي يغلي أصقى راشن كاس كرية في البطون عراش الحيد أما مهلي كدك حال كون المهلي يغلي يعني وحى نحاصر على الليل وحوكو كرياه ومارتكو هلعيا في البطون علاش دحيث نارتنا ودوشة صارو نار بكجرا علاشنا النار كلا لو غشب مركا عيادا بالله يغلي في البطون على ريالك دحيو ده أيوكو كرياه بإله لي سبحانه وتعالى وضب ويان وعذاب داخلي يا عذاب خارجي عذاب بنانكا يا عذاب قدها أيو مارتا يصهر وما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد بيلمت يعني ما قد علاش لو غشبه قد علاش لما انت بالجوبه يا هوس كشرت لما انت ايو ابرك ايو كدغى يا مرت بركاس الله سبحانه وتعالى اوليه جل وعلا ان يغلي اي فاعلك حويا المهل قويا يغلي المهل مهل كان ما قرن حساب انه حسن دلالي وكريا في البطون على الرياش دخل ايو كريا لكن كان تانكي سواسه كغلي الحميم غليا غليانا مثل غليان الحميم وكلويان يغلي وكريا غليانا وكغلي الحميم بيها بيلكا كريتان كود وكلا بيها بيله وكري مارت حميم كبيها وحالي رادا ماركي بقول قرات قراتو وكلا مارت تقري يوحي لما بيها انت قارسي بيو اسرقان يغلي القدر بالي راه ماركو ووليها مارت بيها عادي قانا قانا مارت طبقا أقلان مركا بيا بايلة كلالك كبتي سيدا أي أكران أو كلا أكرايا مارت
علاش نحذو تقينا يا وكرا يا ومقرنا سبي إيش بدأ كجرا وأنا واحد عمري وعلاش وقليه ويا بكاس إلهي سبحانه وتعالى شبه يا سيد بيها بايلك وكران وقل عياذا بالله عقاب كاس إدولجيا يغلي في البطون كغلي الحميم غليانا أو كغلي الحميم ويا أنت أسيهوس عذابك مرك اللقى عذابيه اللقى ورابنا يو جدا زقوم كراشيان لاسيو جدي زقوم كو حويا نحاس طلاليي أما جفر جبتي أما سليل لكريي أي تهاي عراشة مركو كوش ربا قفكو عيادا بالله عراشة كوسي هلا عدو هدنا كوسي كرتو سيدة مارت بيبايلو كالعراشة قرآن أيها هدنا وحال ليه خذوه قبط لليه مارت إذا حال أمر كالسينة والزبانية دويا ملائكة إلهي وأنا حريصا نارت مارت كشقي سيتي وكتا نارت إلهي أويري مارت فليدعو ناديه زندعو الزبانية زبانية موعودة ليلادا وملائكة أنا حريصا ويا غلاذ شداد بولاي كشاك سبحانه وتعالى تردونا وكشاك سقالة وين عليها 19 إلى جل وعلا ملائك تاسي وغلاذك وقلفسا ونحريسا أيا إلهي سبحانه وتعالى قلتوا عذابه أيا أمر إلهي سينا يا سبحانه وتعالى مركاسه حليا خذوه خذوا أيها الملائكة هو هذا الرجل قف كان أهل النار كأثيم كأه إلى حليا قبطة سبحانه وتعالى خذوه قبطة خذوه فاعتلوه أي بمعنى جروه فجروه جيدة أيها ليه مقرنا إيسا جيدة أيها ليه مارت فاعتلوه عتله عتل الرجل مع معناه جره ويان بقوة ننكي معناه حكمك أقبط هدنا آي جيدت أيا لي رادا مارت عتلك عتل الرجل إلى السجن وكلا عرفت قفك مارت حكم أنت أقبط حبسك ومارت أجيد عقس وكلا أيا لي رادا مارت مقرنا إيسا مركب حاليا خذوه قبطة وفعتلوه أي فجروه جيدا حقيبا الله كحينا يلو جيدا يا إلى سواء الجحيم حتى جحيما ما وجحيما دحلي ذا مارت جحيما مارت ماشي دحلي ذا أيال لي يا أجيدا عياذا بالله فعتلوه إلى سواء الجحيم جحيم نارت هو ريسو جحيما هات أيا هادنا دحلي ذا وماشي قصي كل المارت جحيما أيا لوسي جيدا يا مركا كرنا علاشينا وحويا وجحيما وجرت وكبنا يا ما قرانسا شركي سرنا وحويان وحكى جبنا يا جحيم وجر لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ويان ما قرانا كوريا هاصب على بامركا كايستا فاعتلوه الى سواء الجحيم عياذا بالله ان فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم الدبديت انت قداشيت علاش جبنا يا سوما كوركينا نار بالوغري وحكى سيدران ثم الدبديت صبوا شبا اي ليلي هي فوق راسي مدحي سكركيسا من عذاب الحميم بايل كبيه عذاب كيسة دوشة صلاة نوغس يشوف عليه مارت عياذا بالله غفو حالو قيست إلهي ونقبت بعد جل وعلا ولذلك إلهي أولي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد إلهي سوه عذاب عيد عذابك كرتا مجرد سبحانه وتعالى عياذا بالله غف كان أدقير يوم ما يو مر الله مركي مقرانيس النارت عذابك يدكو أتكاد والله دب الله صون ورين ولي قيس بوان ولانا يا لا أقران ما يو مارت إنو نفت كبحضه قيري إيه نرى البؤر حين يا مقرن إسا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ملأوا عران مجرد ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون أنكم صبرنا إلى وحولي سبحانه وتعالى ما شاء وحولي هاي ثم الدبديت صبوا شبا عذاب الحميم يعني بيها بيلك عذابك ولك شبا فوق رأسي مدحي سدوشيس وحلو إلى فقراتك آياتك سي مناسب سكون نقضان لكن أصل كساسه ترتيب اللغة العربية كساسه إيمانية صبوا من تانا وحويا إن لي لوجه ده طبيعية إن يتهي إن التوكيد لبعض بقول تمد بديع كره ومركز عذاب من عذاب إيه عذاب هذا مفعول كيبان كده جينا مار صبوا شبا كشبا عذاب الحميم مار تبيل كعذاب كيس بيبيل عذاب كل واحد كشوبتين فوق رأسي مدعي دوشي كشبا مار صب عذاب الحميم فوق رأس مدحي تدوشيس أما واحد ترى صب شبا من عذاب الحميم حميم ككوريلك يبايلك عذاب كيس قيب كمده وحات كشبتين فوق رأس مدحي تدوشيس كشبا ومدح وكان مقرانيسا سيدة مقرانيسا يصب من فوق رؤوسهم الحميم صحيح كرسوما أساس أيضا سكرين متى مركا ومدح ودوشي مدح ودوشي يبيها سبايلك أيال لغو الشبايا قفك كرب ولا عذابي هوس ولا عذابي دعي ولا عذابي نارتي بو دخدا كفديا سوال جحيم بو جوغا
dhexdu ka fadhiya korkana waa laga cadaabay hoosna waa laga cadaabay oo naartii baa ku jirto holceysa intaasi markay gasho ayaa waxaa haray cadaabka noocii nafsaaniga haray naf ahaan in la cadaabo yacni waxa weeyaan qofka in la niyadda in la cadaabo maarta markaasaa leeyahay duq baa lagu leeyahay dhedhemi yacni iska celi weeyaan iska ilaali maarta marka qaarkood cadaabka nafsaaniga ah waa ka xanuun badan yahay cadaabka jirka ah qof intuu ka xoog badan ku yimaado feer kugu daldalo haddana uu kusii caayo cayda laftigeeda waa kasii xaraaq waa kasii qaraarta maarta intuu ku dilay oo ku dulmiyey hadduu jeesjees kugu sii daro ama caay inuu kusii caayo kusii daro soo wax la yaab la soo ma marka waa nooc xanuunka nafta ah naf ahaana waa loo sii cadaabaya markaasaa waxa weyaan naf ahaan sida loo cadaabay waxaa leeyahay duq dhedhemi baa layidhi maarta cadaabka dhedhemi innaka liannaka adugu alcasiizu ninkii qaymaha badnaay baa tahay alkariimu ee sharafta badnaay madaxweyne iska dhedhemi biya cab baa layidhi naarta hadii la yihahdo maarta waa titlekiisi loogu yeero ama la yihahdo ninkii sharafta lahaayo wadaadkii maarta cadaabka maarta ninkii sharafta lahay baa tahay maxaa loo jeedaa lasta casiizan walaa kariiman ma tihi nin sharaf leh nin wanaagsan ma tihid baa loo jeeda xaqiiqata laakiin waxaa laa min xaytu taha waxaa laa min baabi tahakum qofka inaad nafs ahaanna sii ciqaabto maarta waa nooc aad uxun weeyaan ilahay naga badbaadiyo subxaana wa tacaala marka cadaabkii jirka ahaayo noocyaashiisii kala duunaay iyo cadaabkii nafsaaniga ahaa intaba waa la isugu daraya duq innaka anta alcasiiz lanna qofka cizada sheegan jiray man yatacaza bigayri illah yucadab yowma alqiyaama qofaan ilaahay meelaan ahayn qofkii sharaftiisa iyo cizadiisa ka qaata ee ilaahay ka fogaada subxaana wa tacaala taytalada doona ha qaato magacyada doona ha sheegto darajada doona ha sheegto adduunyada waxaa lagu leeyahay gaalnimo hadduu ku dhintoba duq dhedhemi cadaabka dhedhemi innaka adugu duqi lcadaab innaka adugu liannaka adugu anta adugu alcasiizu ninkii qaymaha lahay baa tahay sharafta lahaayo ka casiiska ahayo ninka weyn ayaa tahay alkariimu ee wanaagsanaay kama kunta tascumu fi dunya sida adduunyada sheega jirta maarta ninkii aaway sharafta lahayo qiymaha adduunyada sheega jirtay sidii baa marka tahakum baa loogu jeesjeesayaa ilahay naga badbaadiyo subxaana wa tacaala marka cadaabka noocaasoo maarta maskaxda imaanka ka weyn ilahay marka inoo sheegay ayaa waxaa noo soo sheegayaa sababta ka dhalatay sababta cadaabkan u yimid awalan qofkan inuu afiim yahay baa noo sheegay ithmiga ugu weyn gaalnimo iyo kufri mirihiisu waa saan weeyaan qofka ku dhinta ciyaadan billah arrinta labaad waxaa noo sheegaya qofkii qiyaamo ka shakisan iyo maalinta qiyaamada inuu cadaabkiisu saan noqon doono maarta ilna waa kufri weeyaan ayatinka dambe oo laga shakiyaahay waa gaalnimo weeyaan waa qofka ku dhimataana waxa weyaan waa kufri bay ku dhimanaysaa sidaa darteed buu ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala inna haada ay inna haada alcadaab waxaa la ishaarayaahay waa ciqaabkan aad u xun weeyaan kan dhab ahaantii cadaabkani maa kii weeyaan kuntum aad ahaydeen biha asaga tamtaruuna kuwa ka shakiya cadaabkaad ka shaki jirteen waa kan baa leeyahay ma garanaysaa liannahu ashak can yowmi alqiyaama huwa alkufr almaxd in laga shakiyo maalinta qiyaamada iyo dhicitaankooda alla kulankiisa waa gaalnimo cad weeyaan marka qur-aanku halkii ilahay noogu sheegay ayada bilowgeedii suuradda bilowgeedii bal hum fii shakin yalcabuun ilahay yihi subxaana wa tacaala shaki qiyaamada ay ka shakisan yihiin iyo maaratay ilaahay awooddiisa subxaana wa tacaala soo saaritaanka ayay maarata dhexiisa ciyaarayaan inna haada kani cadaabkaani iyo ciqaabkaani maa ay aladii kii weeyaan kuntum aad ahaydeen biha asaga cadaabka tamtaruuna ay bimacnaa tashukuun kuwa ka shakiya aad ahaydeen shaki uu idinkaga jiray waa kan cadaabkii baa laleeyahay ma garanaysaa kooxdaasi xaggaas bay noqotay ciddii kufri iyo gaalnimo ku dhimata ee ilaahay la kulantay subxaana wa tacaala ciqaabkeedu waa taas weeyaan waxay noo haray marka oo ilaahay daba dhigay subxaana wa tacaala kooxda ahlu jannada ah ayaga oo muminiinta ah iyo meeshay ku dambayn doonaan leana qur-aanku bay waxa weeyaan atarhiibu watarhiib buu ku socdaa marna dhinaca maarata wuxuu noo sheegaya dadka wanaagsan marna qur-aanku waxa weyaan wuxuu ka hadlayaa dadka ahlu naarka ah ayuu qur-aanku ka hadlayaa marka jaanibkii kale waa kan weeyaan oo maarata wanaagsanaay ilaahay noo qadaro subxaana wa tacaala kooxda wanaagsan u naga mid dhigo kuwaasna allah inaga badbaadiyo iyo tilmaamahooda iyo dhaqankooda jaanibkii kale ilaahay ka hadlayaa subxaana wa tacaala sidii loogu bilaabay maaratay dacaamkooda iyo meeshay ku dambeynayan kuwana sidoo kaleba ilahay noo sheegay jala wacala ila wuxuu leeyahay jala wacala ina almuttaqiin kuwa ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala dhab ahaanti fii maqaamin boos dhexdiisa ayay ahaadeen ama deegaan bay ku sugan yihiin deegaankaasoo amiinin ee aamin ah deegaan aamin ah ayay maarata dhexdiisa degayaan bu ilah leeyahay subxaana wa tacaala maskankii baa laga bilaabay
guriga meesha meesha degto mart waxa weeyaan waa meel nabad galiyo qofka haduu digo waxyaalaha ugu muhiimsan weeyaan meesha uu degayo inay nabad galiyo tahay mart marka innal muttaqin ba ilaahi yiri subhana kuwaas afim ma garanaysa al mumtaruun sifaatkood maxaa ahayeen dad dembi badan bay ahaayeen gaalnimo ah iyo dad shakiyay diinta ilaahay ka shakiyay iyo ayatii ka dambe laakiin kooxdaana tilmaanta la siinayaa muttaqin baa lagu magacaabaya mart wala soo koob hadalku sifada ay leeyihiin waa muttaqin weeyaan qur-aanka dhammaantiis maxwarkiisana waa taqwadaas weeyaan qur-aanka dhammaantiis marta ina almuttaqiin marka ma aha jinsiyad ma aha dowlad ma aha dhalad ma aha dhaxal ma aha ma garanaysaa waxa weeyaan waa qofku camal iyo caqiide uu samaysta weeyaan ina almuttaqiina ina soomaaliyiin ma arkaysin qur-aan buu jirtaa ma garanaysaa ina alcarab ma ku aragtay qur-aanka magaraysa inay jinsiya mucayana kuma jirto kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala waxba kama jiraan qofka waa wuxuu asagu samaystaa labadiisa waalidba maaratay dadka kuwa ugu faajirsan hadday yihiin ee asagu u tooso ilaahay labadiisa waalid weydiin maayo subxaana wa tacaala haddii ay laba nabi dhaleen ama nabiba u dhalay badilahay cafa nabi u dhali lahaa u dhalo ee asagu beerta uu galo si nabi nuux wiilkiisoo kale aabihiis baa nabi ahay qiyaamo wax u qaban mayso ama nabiyullaahi ibraahim aabihiis oo kale magaraysa ma nabi u dhalo ama nabi u dhaxo sida maaragtay nabiyullaahi luut iyo nabiyullaahi nuux oo kale marka ma jirto maaratay qofka cid kale dhaqan kale laa dooni maaye waa asag wuxuu galabsado iyo wuxuu goosta weeyaan ilaahay subxana wa taala qaacidaas ayuu dejiyey walaa taziru waasiratun wisra ukhra qof walba tiisa loo qabanayo qof kale dembigiisa loo qaban maayo walidaalika ilaahay subxaana wa tacala uleeyay ina akramakum cinda allaahi atqaakum marka waxa weeye taqwada ilaahay laga cabsado acdam shay laga baqo layska ilaahin waa gaalnima ugu weyn shirkiga weeyaan walidaalika culamaa salaf baa laga waray ina almuttaqiina can ashirk inay dhihi jireen maarta kooxda iska ilaaliyay gaalnimada ina almuttaqiina can alkufr gaalnimada kuwa iska ilaaliyey qofka hadduu gaalnimo ku dhinto u dhamaata maarta laakiin hadduusan gaalnimo ku dhiman iimaan ku dhinto waxa weyaan qofka raje buu leeyahay maarta maydoo doha noqdee marka waxaa laga iska ilaaliyaa waxa ugu weyne waa kufri ee gaalnimada ayaa ugu weyn ka baxdana macaasidooyinka kale qofka wax weyaan ma sahlana laftigoodu laakiin waxay kale leeyihiin darajooyin ina almuttaqiina kuwa ka baqay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu alla amray fuliyey wuxuu ka reebana ka haray subxaana wa tacaala kooxdaas dhab ahaantii fii maqaam waxaa jira laba qiro qirana waxaa la akhriyay fii muqaamin baa la akhriyay maartay ama fii maqaamin hata bifatxin miim la yidhahdo ma garanaysaa marka muqaam waa mawduc liqaama meesha ay degayaan weeyaan marka ay degayaan haddaan leena la yidhahdo fii maqaamin boos baan leena makaan ayaan leena maarta makaan bay ahaadeen dhexdiisa makaankaasoo amiinin ee aamin ah aamin ah booskaasi marka waa boos nabadgelya weeyaan wuxuu ka nabadgalay dhibaato dhammaanteed buu ka nabadgalay ilaahay subxaana wa tacaala aayaadka soo socda ayuu maaratay dhammaantood inoogu sheegayaa ammaanada ay leeyihiin nabadgelyada ay leeyihiin ay gaareen maaratay maxaa yeelay meel haddaad degto haddaad nicmad kasta ku haysato wax kasta isu kaa saaran yihiin haddaad nabadgelyo weydo nicmadaas ku raaxaysan maydin maarta waxba kuu tari mayso daare waaweyn haddaad samaysato haddaad deegaan beero samaysato haddii dhinacyada mooryaan degan yihiin oo dhinacyo kuwa ku dhaca ku degan yihiin oo xagga balaayi kaaga soo duulayso waxaweye kaa degi mayso nicmadaas maarta haysato waxba kuu qaban mayso marka waa inuu horta amni helaa qofku maagaras acdamu waxawey nicma waxa ah waxaweye amniga weeyaan waa nabadgelyada weeyaan marka boosku waa boos ilah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala oo aamina weeyaan waxay aamin ka yihiin qur-aanku inoo sheegayo min alintiqaal ilaa daarin aakhar inay meel kale ka guuraan ee la yidhaahdo maarata waa waqtiga kaa dhacay ama ka dhimanaysa aamin bay ka yihiin laa yabquuna canha xiwala waxay maaratay aamin ka yihiin inay ka gamiinaan ama ay maaratay ka xiisa dhigaan waxay aamin ka yihiin geeridii si ayadu inoo sheegi doonto waxay aamin ka yihiin inay ka duqoobaan waxay aamin ka yihiin wax alla wixii wax dhiba maxaa yaela daartaas ba daaru salaam baa ba daarta nabadgelyada weeya ina almuttaqiina fii maqaamin amin baraka lahu fiikum bismillah marka fii maqaamin amiin waxaa tiraahdaa ina almuttaqiina kuwa alla ka cabsaday dhammaan dhab ahaantii fii maqaamin boos dhexdiisa ayay ahaadeen iyo makaan amiinin ee aamin ah fii jannaat ina almuttaqiina fii jannaat khabar kale ka dhigo ina almuttaqiina kuwa alla ka baqay fii jannaatin jannooyin dhexdood ayay ahaadeen maarta fii jannaat jannooyin seedooyin waaweyn dhul jannada janna waxaa loogu magacaabay yacni geedaheeda iyo ayaa hareeyey hal geed oo ku yaalla boqol sano ayaa faraska gantaalka ayuu ordaa hooskiis hal geed oo ka mida maarta jannadaas maarta
رسولك عليه الصلاة والسلام شقيت كريو جنادك وطالة فرس كبيرة يهدي لسي ديو بقول صنو أرديو ما لا يقضع ذلها وذل ممدود بنبو أخري عليه الصلاة والسلام أيد الله سبحانه وتعالى مركا جناسا صلوهم مقعابا يورك قرن إيسا وعجناد قرن إيسا محرس إلهي كان ويا ذلا ظليل هركاس لحريي ويا إلهي سبحانه وتعالى مركا نعمة يكمت الرحيس قال لسيي نبتقلي ولا سيي وحويان شنو هذه اللي يرادونه وعند يعبيتان قف قاعدين اللي يسوقوا در الراحة وحو ربعونه وحو ربعونه عبايو ديجان كنا وناسين يهاي نبتقلينا وهايستو ونحرسها كم ورحيسنا ويا وشرح حرس ولا قط في جنات جنون دحوا أي كسر جيهن إيه وعيون وفي عيون إله دردر ما قال إنسا دردر كإله سي القرآن كن وش جاء أصوشه إني أفر يهن مارت مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار مما إن غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة الشاربين وأنهار من عسل مصفى من خمر لذة الشاربين أهل من عسل مركز أنهار تاس إله القرآن كبشة جاء سبحانه وتعالى لا تجري من تحتها الأنهار كل نوع يضع يكون حجرا مات عيون ويا وعيون في جنات وعيون وحوي مركز تككوا بطين المتقين في جنات وعيون حدينا حريص على سير راحة كوجيران راحة كلاو مارت يكمل الراحة كوجيران وحوي أن شركة سرنا وكرر حي سنايا ممن أنت سير قال هذا حبيب والبلوغ عذابي أيام ممن أنت ناتشن هذا قال حبيب والببار راحي سنايا إيشو والراحي سنايا أو وحوي أفكو والراحي سنايا أو مسكحه والراحي سنايا أو حبنه هو راحي سنايا أو نفطه والراحي سنايا حبين كسبه والراحي سنايا كمل ذم قرن سنايا بركا شن هذا يكون حجيران حق دوشة سرنا وحوي الراحة هذا يكون جيران وحوله ليه هاي يلبسونه ويلبسنا يان مارت إن المتقين يلبسونه أيضا مارت متقين هو الله كبغي سبحانه وتعالى يلبسونه ويلبسنا يان وإن ذا خبر كده أيضا كده جينا سواء كلام قرن سنايا جملة ده يلبسونه ويلبسنا يان من سندس حرير تلعسن أيه كل بيسنا يان حق هذا يا واستبرغ حريرت مدي إذا ما ارتقرك له أذك يكلم بسنايان متقابلين حال كونهم متقابلين أيقوا مركز ما تسكسوه رجيدة متقابلين فاعلك أو يلبسونا ما ارتك حاله مركز أي نوع أيهين متقابلين ويا ويسكسوه رجيدة ما ارتد بنتوت ولا شيء كيسنا يعني فدي وسكسوه رجيدة اسمه خلاف صنع وشيء اسمه شيءنا يعني سبحان الله فدي بالله فدي يا مارتا ولا يعني لبس كي يفضل يقول أدب يسوي مناسب يهين قف مركو ربعين وقلاف في عنك قريب قلاه لبس مناسب بسوي لبس تسمه دم ربع أنت سندس يستبرق سوي لبسته أيه قلاها لسوق إيمانية فدي قال لسوق إيمانية في يلبسونه من سندس ك ضرك هواص لقى قشره أو شيء عسان ويا استبرقونه ومتك كركه كله لقى قشره لبضونه وحرر ويا مركا هدي ضرك حويان قارنا وح الله قشره وترك لحرس ده وين وشيء عسية هذا فن فنان ذهب أو كلايو وحي ما تذكر لا حرس ميت العسنة وين نقدام مرت سومالي دوب مارت طيب باتك أو كلاي جعلين إن هواسك حرس أيو معويست أو كلاي وحي تذكر تعبنا يا وين تذكر عسنيهن مرت قرر حلا مكا وحي تذكر عسنة هواس الله قشة كان كرا لق جلنا مرت أي شيء كذا أيو مرت إن مكا لسيق اللي فسنت وأذكتها وصيف عنت صدق ما مركا سندوس ك يستبرق ولا بدو صاسي كلايين من أول أرتش العسنة وهاس تذكر لوجو ترى كلاي من هو حوامد كركه كلى لوغو سي ترى قال انه مارته كيل عليه هو ده بنانك وكيل عليه لكن جنده وحان راحه لو جيده هذا ما قرنسه ان راحيستان با لوغو تلغل ايه وحي يرادين سندس لغه العربيه وحي كسو قات لغه الفرس كي كسو قات سندس استبرقنا استبرك اي يراد الفرس كي يرادان وحا وهي لغه فارسيه يرادين ايه القران كمركو مركا استعمال ايو جزيره العرب بدنا ضرك ما سمين جيرين سو صوف بملها حريرتنا وكو يرتها marka banaanka laga soo waaridi jiray banaanka ugu imaan jiray dharka marka banaanka ugu yimid luqadii la isticmaalayay ayaa maartay ayaa laba sala isticmaal anaga hadda kuma macawistaa ma samaysano Soomaali Soomaa macawis miwaz hawayaan waa luqada luqada carabiga weeye yaman baan noo gatimaada dunuusi ka soo waarida iyo magaranaysa miwaz marka macawista maartay waa luqadoodi weeyaan waxa wajeeda marka ummad walba hawayaan badana waxay weelashay isticmaalaan oo kale hadda ترموس وكلا استعمالنا ترموس لغة هذا ما وطرياني سوما ترموس ما مقرن إسا بحا لع كلنا في سومالي قارنا بحوي قانان فلاسك أصلنا سومالي ماها واللغة ذي كل سوا ولا سوا وردة ويان عامرة لرميا حاملة لرميا طيب المهم
waxaan wajeedaa waxyaalaha la isticmaalo badankoodu markaa dadka qaar baa waxay yiraahdeen waxaan wajeeday dadka qaar baa waxay yiraahdeen luqada qur-aanku carabi baa la yiri haddana luqooyin kalaa ku jira maxaa sundus iyo istabraaq iyo waa luqadii carabiga ma ah qur-aankana waxaa leeyahy waa carabiyan hayra dii ciwaj carabi weeyaan marka waxaan leenahay carabi weeyaan qur-aanku luqada uu isticmaalay erayada meelaha caanka ka ah kale loo isticmaalay yacni waxa weyan qur-aan kama luqada carabiga way dhex gashay luqadaana labo way dhalaaliyeen maarta sideedii uma isticmaalin laakiin waxa leen naxti baa lagu sameeyay luqada waa la qoraa marka dambe waxay waafaqaysaa miisaan iyo wasan aad leedahay bal culimada qaarkood istabraq waxaa laga keenay min albarqi waxa weyan waa iftiin iyo lamacaanka qaar baa yihahdeen magaraysa istabraqa yihahdeen min albruuq waxa weyaan waa iftaanka iyo nuurka waxaa laydhaha ayaa la yihahdaa maraa iftiimaysa waxay doontaba noqoto la oran maayo waa luqad kale waxa weyaan luqadan waxaa isticmaalay waqtiga qur-aanku soo degayey luqada carabtu isticmaali jirtay ahayd dharkay labisanayeen ay gaadanayeen walow asal ba doontoba ha noqdeen luqooyinka dhammaantoodna kama maarma kala malaha luqo aan luqa wax kasoo dayman luqo kale aan kasoo dayman ma jirto adduunka dhammaantood maa garanaysaa marka luqadan waxa weya si kastoo loosoo deynsaday ama loosoo loonaystay waxa weyaan waxa weya waxay ku dhalaashay luqada carabiga dhex gashay wasan carabiga ayana maarata iyaa la raacsiiyey taas mushkila ma yeelanaysa waa luqada carabiga la leeyahy yalbasuuna way labisanayaan mutaqiintu min sundusi wa istabraq mutaqaabiliina xaala kownihim mutaqaabiliin ayagoo iska soo horjeedo jeceel oo ma garanaysaa isweheshanaya oo sheekaysanaya ma garanaysaa way sheekaysanayaan mutaqaabilku raaxaday ka mid tahay degan yihiin dad degan oo raaxaysanaya haddii la sheekaysanayo waxyaalihii adduunyada lasoo maray waa la xusuusanayaa yatacaarafuuna baynahum si ilaah yidhi way is yaqaaniin waan kusoo marnay suuratu saafaat waan kusoo marnay qaala qaa'ilun minhum inii kana lii qariin yaquulu ainaka la min almusadiqiin aida mitna wakunnaa turaabu cidaama ana qaala hal antum muطalicuun waa la sheekaysanayo maarta intay isu yimaadeen ayaa la sheekaysanay wixii soo maray iyo dadkii magaala fikradii soo maray isay wax u dhaceen haddaas u timaadeen masaajidkii ahlu sunna su balan tafsirka akrin jira ma ogeed berihi bal soo yiri ma garanaysay haddii ilahay maarta subxana wa taala kulmiyo sida caadiga loo sheekaysanaya maarta waa is yaqaanay dadku yatacaarafuuna bayna macnaheedu ma ahan waxay maskaxdaada ku jiray iyo daakiradaadii inaad luminayso ma waa backgroundkaagae wadataa waad taqaanaysaa wixii kugu jiray iyo cilmigii iyo culumtii iyo wixii ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala waad garanaysaa walidaalika ninka qur-aanka xifsana qur-aanka akhri baa leeyahy maxaa yeele weli maaratay memorigiisii iyo maskaxdiisii iyo faylalkiisiiba wataa backgroundkiisi oo la socdaa qofka loo abaalmarinayo oo lagu markhaati kacayo oo la sheegayo maalinta qiyaamada waa wixii adduunyada lasoo sameeyey ma garanaysa hadday maskaxdii la lumin lahaa waxyaalaha waxaaso dhamaanta wax lagama xusuusteen laakiin qofku waxa weya wax kastaba uu soo sameeyey adduunyada dib baa loola soo celinayaa siisaasoo garanaya ayaa ilahay dib ugu soo celinaya subxaana wa tacaala maskaxdiisiiba wataa marka waa kuwan waa mutaqaabiliin weyaan waa iska soo horjeedaan waxaa leeyahay yalbasuuna min sundusin wa istabraqin mutaqaabiliin ilaa wuxuu leeyahay kadalik kadalika waxaa tiraahdaa aataynaahum kadalika saas baanu siinay ame waan abaal marinay oo kadalika saas baan u abaal marinay ama waxaa tiraahdaa kadalika alamru kadalika culimo qaarna way iska qadaraan maarta waxaa doontaba qadar waa isku meeshii weeyaan macno munaasib u noqon karaya kadalika saas baan u abaal marinay anagii maaratay qur-aanka baad waxa fiican kadalika najdi almuxsiniin oo kale inay lamid noqoto saas baan dadka wanaagga sameeyey ayaan u abaal marinaynaa wazawajnaahum waanu u guurinay oo waan la xiriirinay bixuurin gabdha filsan ciinin ee maaragtay indha waaweyn ama indhahooda ballaaran yihiin ayaan maaratay ilaahay subxaana wa tacala ayaan u guurinay u leeyah raaxatu lmalbas raaxatu lnafsi raaxatu lmanzil raaxatu ltacaam raaxatu ashahwa naxariistii dhama raaxooyinka dhammaanteed baa la rabaa in la dhammaystiro deegaankii waa nabadgeliyo raashinkii waxa weeyaan waa nabadgeliyo waxuu rabo qofku leeyahay waxa weeyaan qurux iyo ziinaba la siiyey dadku waxa weeyaan waa raaxaysanayaan xagga shahwadana xaweyaan maaratay qanciyo oo qurqurux badan ayaa u labay u guurin buu ilahi leeyahay subxaana wa tacaala wazawajnaa dadka qaarku waxay yihahdeen ragga dumarka lama sheegee maxaa dhacay haddii dumarku maygaa waa la doonaahe lama sheego maarta akhlaaqdu waa saas weyaan haweenta iyada waa la doonaahe wax ma doonato soo sax ma marka qur-aanku wuxuu ku dhisan yahay anshaxa iyo akhlaaqda kuma dhisna hadda sida maarata qaarkood isdhinac orodka kuma dhisna marka caadadu waxa ah haween iyaduna asturan tahay ee sharaf leedahay ee lasoo doono maarta marka waxa doonayo waxa weya waa raggii weeyaan wazawajnaahum ay qaarannaahum oo kale u dhigantaa bixuurin ciin sababtoo ba'da saasa loo gudbiyay wailaa zawajahu baa la yidhahdaa sax maaha
وزوجناهم وحانو سيني ولحريرني بحور وحويان حور حوراء حوانت حوراء لمرك ليا هاي وحوان قروح بدن ويا وفلسط الصومالي سنرانو اسلامه مكوا جمع هذا ويا حوان مارت حوان فلسط ايا الهي سبحانه وتعالى اقور نبا لي مارت نعم وزوجناهم بحور هذا نبا حالو سيسي في هي حورتي حور تاسو حوانت فلكسرو فلسطين وحا كنت سنيسا حوان كاس اني يهين عين وان دوا وين دودا فرفران مارت دلع اشا يا ليرا دا دير ان دير لي ويا الصومالي هذه اين دران مارت اذا دير لا ليرا دا ما غنسا عين كليرا دا مكا ان دهيد وان داد قروح بدن قفكه جمال كيسو قروح ديسو ان دها قيب وين كله هذا وصف عن ان قروح ديها لكن ديسو اي كل لغديسين اما سكل اي يهين قروح مقن ميس وجهه لكن اشو وحي سيدا وجهه قروح بيسيدا مركا هوان كاسي وحويان عينكم من العين كبر العين بلاكن اللغة العربية رجل يعني أعين بالرادة مركا لولي هاي إيش مركا وين تهاي بلا قدر يعني الكري هاي بقفك اللغة العربية يكون بدن تهاي بدنا للرادة إن تشيل أو كلاته مقرنسة ذو اليدين محاذ اليدين لو يري قميصة على رأس ماهن عين أيضا وحلولي هاي يعني كبر العين إيش وين ويان وين دوا وين ته إن دوا وين نكون وقروح ويان لو ما نشيد عندها صوب حسن الدلاء عيدنا وين تاي إيشونا وقروحان تا وين الدير لي كلام مقرنسة بحور العيد هوان مركب قادو وفلسن وأدوه هذا الدير موديس وكلام مقرنسة أما عول أو كلام بهذا موديسين أيا الله جوري بالليل عرفت وحيو استعمال ترى إن ما رتاي عوشة عندها قروحان أيو بعشر جمع عين با هذا لوجي عينا جمع عينا يا عين لوجي جمع يا مقرنسة وزوجناهم بحور العين يدعون وحي ضلبنيان ويرنيان دتك اهل الجنه اما وزوجناهم بحور العين بان امي غورنا وان كا قرقرخون اي غورني يدعون حال اي مركاس ويرنيان اي ضلبنيان فيها جنه دخيده بكل فاكهه وحلغو راحيستو او لو فاكهيسو دمانتيت اي ويرنيان اي ضلبيان امنين حال كونهم امنين اي نبات غلي ولي بمات نبات غلي كجرا امن ايوا امن كاهراشن وحي اولها هذه اللي يرادوا يدعون بكل فاكهه بكل فاكهه جنبا راشن كلو ما عونو سنه اوسو شيغنا باهي لو ما عونو لو منع ابو اون اي وحا لو عونا وح فاكهه راحيس ايا مات يكم عانس ايا وح لو عقعنا هذه مركان جندي لا يري واي كو راحيسنايا وحي وباحدان ضمانتود بو ييرنيان لو كينيا ايا قرانك ايضا وحله بكل فاكهه فاكهه ضمانتيد ونك فاكهه نوعيت وانت عنه ضمانتيد عنه سو لوغه باقي ما يو مارتي على الحنون يو ما غرانسا تخم وحاله يرادو قفكو مارتي انو مارتا على شو كحوماتو غرانسا اما ديباتو اي غارسيدو سو كباق ما يو قفكو وحاله جنده ساس ما وامنين ويا وين نبات جليان راشنكو راشنادو عذر بيليه راشنكو ليه وحو ليه هي ديباتوين بو راشنكو ليه هي لكن جنده ما و دون عنيا كانت وحا ديباتو ما كدريم ما هي نبينا عليه الصلاه والسلام حتى ديبات راشن وحا او درن اني مارتي صحراء وبهت اما مارتي اناد كادي سوب كادي وبهت ايغو حتى انت سنابي نبات جليكي وكنا بالقام قالوا جنن مكاشان لا يتقوضون ولا يتبولون ولا يتمخضون حويا داعم لها حاكم لها صحرم لها كاذب لها اهل الجنه حويا وحود دمانتود بما قرنت وداع اي صبحيسو اديق سو بدلي سويا جيركودا مارت راشنك عنا وحي عنا با معلوك سنه نولش نوع عنو كلين سنهين نولش نوع عنو كلين اهين سوريال ملها مسقوله ملها ميل قرون ملها قشن ملها جنذو مركا نولش نولش ما هنا ان انشأناهن انشاء ويا تذكر نوع كلا لو ابوريا نوع كلا نقنيا الى كدغي سبحانه وتعالى جير مناسب كلا وا ايا لا سيريا مركا ماشو جنذو وحا ميل امن اويا راشنكود وا امن بن ادم راشنك لا سيا ادويدا وحا دحي كره قف كودره انو سلادو او سن براشنك عوني كلينين لا يرادو مارتي دي كرو قبا كرسكا الى مارتي كاد معان با قبطا كرسكا الى
waxa weeyaan kale waa ku dhiba kan dhaqtarkii ay diiday kan magaraysa saanu giraso ma adduyada cudurraag dhici karaysa laakiin jannada cunfaakahadeedu waxa way waa aamin weeyaan wax loo jiranaya malaha dhaqtar loo tagaya malaha wax la isu diidaya malaha dhinaca kale aamin waxay ka yihiin inay waayaan ama ka yaraadaan ama ka go'aan laa maqduucatin walaa mamnuuca labadaba waxa weeyaan marka waa daartaas raashinku aamin bay leeyihiin ilaahay subxaanahu wuxuu noo sheegaa rabaa raaxada faraha badan inuu ilaahay noo sheego subxaana watacaala إليهم تتكا أهل الجنة إلهي مارتنا قارسي سبحانه وتعالى يدعون فيها جنة دحيد حويران أيان وطلبان أيان وعطسان أيان فيها جنة دحيد بكل فاكهة لير وح الله وحي مارتي لغو راح يستو أو لغو فاكه يستو أي مقران يساو يران أيان آمنين حال كونهم آمنين أيو كان نبات قلي وح الله وحي لباطاء وراشن كإيمان كرة لبانتو أيو كان نبات قلي آمنين وحيراك نبات قلي يان وحاكم ذا لا يذوقون فيها الموت geeri dadabin maayaan aamaan meelna bad galiyo hadaa degtid oo khayraadka lagu sii barwaaqa lagu sii waa ka dhimanaysa lagu raado walow marba dhiman doonta waxay maartay u dhigmaysa raaxada haysato geerida walwalkeedu ayuu dhigmaya maarta yana maashi mar alla markay raaxadu sii baato waa ka dhimay lagu raado waxa way dhibaato walaa ciidaa sii ku sii badanaya sababtoo intana xariisu laagta hadii shaad haysato nicmada haysato en walidalika qiyaamada waxa lagu bishaareeyay waxa kamida waliga dhiman maysid bal ilaahi nabi wuxuu noo sheegay calayhi salaam salaam maut inta la keeno aya la gowracaya si loo sii guarantee inaan la dhibanayn ay u helaan waxaa la keenaya mowtka laftigiisa baa la keenaya mowt baa la keenaya asala tusayale aljanna ma taqaanin asala haa waa mowtki nasoo dilay ahlu naar oo ma garanaysiin haa waa mowtki la soo gaa wan baraar soo gala keenaya markaasuu nabigu wuxuu yiri la gowracaya calayhi salaatu wasalaam markaasuu yiri ya ahla aljanna khuludun la mowt ahlu aljanna waa waarisin geerida ma waa dhamaat wa ya ahla annaar khuludun la mowt أهل النار أدون كنا حويان وحوا وارسين جري أسبابتي اللي جاب بحلا لا دبلا وارد ما أتى مقرر ليس بس أنا قصارى أهل الجنة مركز وحسي كورسنا يوم بشارة ين حارس مقرر ليس إذا كبحين دارت المشي أن حارس دعوة قدام أهل النار كنا أول رتشي قبنا رتشي كنا لا هاي رتشي ده مشي كبحيس يقول مركز أول ولي والبارسي كورسنا يا مركز إله حولي سبحانه وتعالى أهل الجنة در نوع أسباب الله شيء جيه وحالي هاي لا يذوقون مدد من أيام فيها الجنة دحيدة الموت جيري كل دمين ما يان إلا الموتة الأولى جيري هو رمك لا جرها بو جيري أدوية ذا أيام مارت جيري أيام قدام بيسا ما جرنا إسا إلا موتة الأولى إلا موتة الأولى إلا موتة الأولى جيري هو رمك لا جرها إلا دانة استثناء هنا إنه متصل يهان كده جينا سيدا مارت راجحة علماء غرب مقدع كده والله كين كده أو يرى ذا إلا موتة الأولى لكن الموتة الأولى فقد ذاقوها وين دبيين يرى ذا مارت لكن حبا وما بهنن لأنه وحاللي هي لخبائن للدراسيو نعمة اللفتي جدا هذا كميت جيري لأنت نعمة ذي كميت إن لون نعمة صح قالوا أي لفتي ودمان مايان قالوا لفتي ودمان مايان لكن هذا دمان وياه عقاب بس يكون ولا نيا مركا جيري لأنت أي عقاب بيوت سو تدري دمان الله يبكر راح يصير هاي كوحدان لكن نعمة ذي كميت ما دام برواقع وكجيران جير الآن توعيت النعمة ذي وقمتها مقرر ليسا فما نحن بميتين ونقول سوام الرأي سوك راح يسنا من الأرض إمام ما ينوم يا تك تك ما ينوم يا برواقضا لقى جوري ما يوم يا ها وحويه وان نعمة دوي ويا بكسر سال لي هاي إلا موتة ولا جير ظهر مركل لقى 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 ريابه وينتين أدوية صار انتين نعمة إلى وحكم إذا سبحانه وتعالى إن لجيريونين أو إن مارتي لدمانين أو ماشي أن لقى تجينين أياب مارتن عمدا كم ذا وما إلا موتة إلا موتة الأولى جريدة هرب مويان ووقاهم هذنا ونعمت كلا ويان ووقاهم إلى هو كبد بادي عذاب الجحيم الجحيم عقاب كتب الله كبد بادي سبحانه وتعالى وهذا من أعظم الرحمات الله ورحيس جمد أويني مركز أركت دتك كلا وح كون عاي يدتك أهل عذابك عذابك الله صوش يا إلى هو كبد بادي سبحانه وتعالى حتى هذان شنل وقلنا عذابك اللي جابد بادي وحويا لفتي إذا ما قرأتها خراحة النعمة مدوية ويا فمن زحزها على النار ممكن نار قفل قبض باديو وادخل الجنة طبعا لقصيد درا فقد فاز لكن هذه النار كي لقبض بقفل وركون نار يعقابك يكون الله عقاب الله وكبد بادي الحمد لله بوليه إله با ما هذا سكلم ما قرأنا نوعا إنه قبض باديو الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكر مكا وعذابك لفتي لقبض بادو وأنا حرست أدوي وإله ليه سبحانه وتعالى فوقاهم إلى وكبد بادي سبحانه وتعالى وكإلهي عذاب الجحيم جحيم عقاب كذا مركز إلهي سبحانه وتعالى سؤال تقول أنا ذي أيوة لي فضلا من ربك فضلا تمفعول لأجله وكذي كريسا فضلا مفعول مطلقا وكذي كريسا
فضلهم الله سبحانه وتعالى إلهي بفضلي فضلا لرب إلهي سيئي ومن ربك حق ربك حق سكا هذا فضل الله إلى رب مقرنسا إن مارتا شنادا نار دسك بدبادي أو شنادا إلهي قفك قارسيو توحيدك الدين أو وافجيو إيمانك أو وافجيو وحويا وفضلا قلد ويا ومن ربك حق ربك حق هذا يعني ما نضح لن أبي أصل أمليهيد إشر أمليهيد وحويا سيقار أو آدم متيسر لكن وتفضلا من الله سبحانه وتعالى إن أهل العبادة نغط أهل التوحيد نغط أهل الضعاء نغط وحد أضو كسب طيمة حقيقة ملك الإيرادة هذا لكن وهداية من الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء سبحانه وتعالى الله هو الموفق جل وعلا إلهي بوافتية إلهي بدورته سبحانه وتعالى عدو دونته مقرريسا والله يجتبي من يشاء عدو دونه إلهي دورته سبحانه وتعالى ويهدي إليه من ينيب جل وعلا وانا قصوا مرة ما كاستفها إلهي بأسكالة جل وعلا فما كبر من كاهي إنه كشكر يا هدي إلهي العبادة كارجو أهل الضعاء كارجو أترى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله دوسن وهو إلهي وضدان أنا وحب ما نقب صلنا مقرر رئيسا إلهي وادي نعمة أسكالة إلهي اللي وقشكر يا نعمة سبحانه وتعالى ما كقرآن وحول حسنا يا وحكست وقفك أو قبط من كا إلا وافتيه إن اختيار من الله سبحانه وتعالى واجتباء من الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا مركوا كتابك هذا حلسي حق الوافجي واستفاء من الله سبحانه وتعالى إلهي بعد دورتي دورش إلهي سبحانه وتعالى مركوا من نوع أقعدون الله كدورتو كوافجي كذا لما يسودد عبادة إلهي كوافجي إن كبرتو ضدك كلاس كلا ويناتو أترى هذا مقرنا إسا أولياء نهان شرنا أولياء نجوا مقرنا إسا ضد أهل خير أنا هين ومقر خوف ما أهم نوع سنو مارت أوف الكرمة وينو أقعدو إله فضل جسنا يا سبحانه وتعالى مركا يوسي كردس وخشوع يتذلل إلهي جل وعلا أولاد الحمد لله إلهي باسك واك صلاة بوافق أهل صلاة بنا إسلامك يا الله يقول الله مقرنا يسا أن كل شيء أنا بدال مقرنا يسا حكوا سو قلين هيا أبا بيوسو كبعي إيمانك بقى مقرنا سنا يوافق إلهي النعمة يسا سبحانه وتعالى قفكم عنصر مركا فضلا من ربك عليه المرت ديرات يبرواقو يقلت ومن ربك ما حترى أعضو وحلسي فضلا بالسي مارته قلت بالسي ومن ربك حقه ربك حقيسك أهاتي ذلك متكاس وفضل قاسة يين وضل الله سوافجية هيا ما كان هذا الله يسقريه هو أسقو الفوز ليبان ويان ليبان تاسو العظيم وين وحيا لك ليبان لما يراد الدنيا ذو حوله هذا يراح هذا يعافمات كده ليبان ما محايا لي ليبان تاني وين مارتي إيسان كدن بين شردن بيسان كدن بين فوزك وحالة إرادة مركات قارتت ميل آدم عبسيد دم بعدن قبل مارت دباتو دم يكون قارت مارت أتكلم كنا بتقى شيء ولذلك وحيد آدم فوزك وحويا النجاة من المرهوب والحصول بالمطلوب أو حصول المطلوب شيء قد دون يسد قارتت وحال الله وحاتك بقى سنة ما أنت تكبت بعده أياد وحال الله هاي هذا هو الفوز العظيم مركوا الليبان توين متكان ويا ذلك هو الفوز العظيم إلى سبحانه وتعالى وحولي فإنما يسرناه بلسانك سورة القرآن كي يكون باللوضي القرآن كي يكون كسوء قناند لغة علماء لغة وحيدة فذلك لي هذا فأذان وكال فإنما يسرناه إذا لغة بالله بابا فذلك ويان يعني وحويا وفاء الفصيحة مركا القرآن كحويا أياب لغة بالله بي القرآن كالغو ختمة انت أدى حيسانا وحويا ورسالة القرآن كويا سورة أدى حيساي إن أنزلناه حميم والكتاب إن أنزلناه في ليلة مباركة لير حدنا قناند كي وحا ليا هاي فإنما يسرناه دبهانت وان فوديني قرانك بلسانك بلغتك لقد هذا كو فوديني سهلناه بلغتك يعني قرانك حلو سود جي نبي عليه الصلاه والسلام لغديسي هذا لسانك لو جي لسان الجارح ما مدح بنت ما عاد كان ما هو لسانك بمعنى اللغه لغه قرانك فإنما يسرناه لغه سهلا وعربي ونبي فهمي وصحابه فهميين اي الهي كسودجي يسرناه القران كوفضنا بلسانك يعني لقد هذا كفضينا مارت بلسانك ما هو لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هي اللغه النبي عليه الصلاه والسلام اللغه العربيه صما اللغه العربيه مركه ومهم ويان ولغه الرسول كان عليه الصلاه والسلام ولغه كتابك الهي كسودجي جل وعلا ولغه اللغوين كلام ما تود وانه واجب سنت وانه وده بل وحويان إن لبرتاس إمام الشافعي رسالة كقرية كتاب رسالة وحوليه واجب ويان هذا بساعدنا واجب إسناهين إن واجب تمرن ما كتاجن برشدته أنت قدر كان ما تيجي واجب كواه فتحدث سواء خلنا إسناه لأن اللغة العربية وبانت
ما في الصومالية كنت دكان إيسا بس في تركيا سي مارتا كمالة تركيا يري مارتا تركيا لقد دكان ما فاتح هذا أقرن إيسا الله أكبر باب بانتا وحويا وإن اللسان كي عربي هذا بكو أقرن إيسا مارتا وإن مخارج دي التقانا وإن معنيه دي قرن كار إيسا مركا لغة عربي هو أساس كي دين تندى يا أسل كي دي ويان قوميات قاره عرب ليران ملحا هذا كحساسية كقبة dadka dadno iyo dadka Soomaaliyeen Carabi ka fogaayaan waxa raba diinta inay ka fogaayaan laanahu Carabi ka fogaanshiisu waa diin ka fogaasho waya diinta Islaam laga fogaa wax fahmi karayna malaha wax garan karaya diinta ma jirto ila luqada Carabiga booyaan marka luqada Carabigu way ka asalsan tahay luqooyinka dhamaanta wana ugu dhawda maarta fa inna ma yassarnahu bilisanik marka luqada Carabiga Qur'aanka waxa la fudeeyay maxaa Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu fudeeynaa لعلهم وحي مدينهن يتذكرون إن وان سمع تذكر كشيء إن حصوص الطوى وان سنتيد وفهمتيد وعاكوه رأي مالك ورأي الفهم الفهم ثم تذكر ثم تطبيق وعين هذا مالك ورأي شيء اللغة التقانة مالك اللغة التقانة أفهمتها مالك أفهمتها وانو علمي بكسينية علمي قاسنا وعلمي للخربين أتقول أقنت أترى عديد بقرنا إيسا سأدركت إذا اللغة العربية القرآن كان عندما فهم كريسو لغدي سياسة الكاهم وياني لعلهم وحي مدينيهين يتذكرون ضدكم وان سمان أي مدينيهين مركا القرآن كو وأساس كي ويان حكمة علمك وحي شنال وقال لها أساقا بعدي هذه اللي قاد دي دو القرآن كاس إلهي كسو دي جيو نعمة الله كسو حريست سوي ويان إلهي جل وعلى كلام كيس رب العالمين وحالي يا فارتقب إنهم مرتقبون تهديد ويان مركا فأدا وفاء فصيح أيضا فإن لم يؤمنوا بك هذا يسمى كورمين قرآن كعد عن سودجين إحق مدلة هذا يكوك عن سيران فارتقب أكرو أسق مارت إنهم أيقو نمرتقبون كو سوغانا يويان وحي كود عبال سوغ بالي مارت أيقونا أذيكو سوغانا وحي كود عاه أذيكونا سوغ ويان لقد عربي ارتقب فارتقب أنا أرتقب بمقدم فلان بان إرادة صمع ووحد أكتها هذا إني ما نيان أي سفرين وحب مقرنسا وحوي وحل للسجاه وحوي شيء يراقب وشيء مارتين وهذا إيمان ده للسجنة يويا بركة نبي حال ليها وقتك ما بدي رأه هذا يقول بارت أسك وحي كده على أرك دون تاه أي يقول هذا كسجنة يبانش كده دمبين دون والعاقبة للمتقين أردت رأيت الدمبين شيء محوك جنان دمي بهمهم كويا محوك دمبين ما كفر تقب وكر أسك نبي محمد عليه السلام إنهم أي يقولنا مرتقبون بك ويان أذيك سجنا يوم بيع ويكودع آيات رجع علماء قار كم ذا مقيم كم ذا بضم بحيرة وعلى نسخي وآية الصيف بالغون نسخي لكن صح ما هذا الكاس قرآن كآية الصيف وحي الصيف وقد جان أنت سو آيات القرآن كم ذا بقول آيات كم بضم آيات الصيف دوشة كسارة إلى ده وعلى نسخنته وعلى نسخنته صح ما أنا هذا الكاس من هالكاس ومن هال وقت بيجي مدويان لأنه نسخ صحابه استعمالان أما سلف استعمال جيران بمعنى تفسير بيقينه معنى وحنا لأنها آية الصيف بفسرتي وحوية النسخة يغينا يوساس ويغينا لكن بعد إصلاحات كي تتكى قاربة استعبالنا وقاركو إرادين آيات دي هران نسخة أيضا ما نسخنا ولي قد ما نسخة يسمو قرآن كوا محكم ويان آية الصيف أيضا اسم دي ديان آية الصيف ومركة قالة يعلو قال دينة لقى وريجينة يويان آية دانا وحيك الله يسا وقت الدعوة وفق الدعوة ذا أشيك يسيد مقرن يسا هذا ما قسم كريس وحوية هذا خيرك أشيكت وكديدو وسوق يكون عمارت أصلاً نار يميل حن بكرة عدونا ما أيضا مكان ما نسخنا أيت وصيفنا كم هرم مانس أيت وصيف حويان عدو جا إسلام ككورة مانا من دعوات ديدنا من فافان ديدنا ورتاعنا صيف بلوجا ولا جينا يا لكن ما كنت نقطة أشخاص ته بكدين تلو شيء جي وحويان وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بلمته مقرنسة دعوة لو شيء جي أدو كديدو ما قصب يسمرك قصبك عبيا دايسا ما يفرتقب إنهم مرتقبون قاعدة ويا مركا ويكون عاصع قف بسوق هذا وسوق سوق تمارت إلى إلهك لا حكمنا يا سبحانه وتعالى ربي حكم بالحق وأنت خير الحكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه أسأل الله يوفق. نعم تفضل أخي نعم نعم فرعون مركا لقى هلا يي waxaa looga hadlayaa adduunyada laga hadlayaa taa akhira laga hadlayeen saxma in kam taraku min jannatin wa uyub waxa laga tagay adduunyada daaray ka tageen akhira ya adduunyana waartay wa kaafi kala dheeri waxa meeshaas waa wadhi saxma misalan labaad waxay tahay
كوان جنادا برواقا لوغا هلاي كوان وحا لغا هلاي حميدودا داره ديستين مقام كا بوس مقام لوغا وا بوس كي لديغو ميلاه فريستان ميلاه كو عياران استوديودي ديستين وا ويناي ميلاه تشردينو ين كي فريستان جيرين دمانتود وا كا دقاجيين با ليه مارت ايغون وخبا كفايدي بي كتاغين داد كلا انا كا دخلاي مساكينتي باعسنايين ايا مارتي تشردينوينكودي بوسسكودي قاته با ليه مارت كوان وخبا ما لو شيغاي غلو امانه غوريه ديستين عاي دراده ذم ديباتا غارتي درتيدا نعم ورسول الله انا شي عبد الله شيئا من تاس وحان كدغناي بدل من ما نائب فاعلك ينصرنا مركه في محل الرفع بيت الله وحان كبدلني ينصرون الا ينصر من ينصر يعني بارك الله فيك صلى الله عليه وسلم